chapter 4. يعني عندنا محاضرتنا اليوم في موضوع جديد وحيوي بالنسبة لكل هو الانجل مودوليشن. انجل مودوليشن. الانجل مودوليشن راح يكون في عندي changing على الانجل. والانجل بيحتوي لي على frequency والفيز. بالحالة هي راح تكون عندي amplitude is fixed. Amplitude راح تكون عندي fixed value. طبعا نوع الانجل مودوليشن افضل بكثير من موضوع من الانواع الاخرى اللي اخذناه اللي هو الامبليتيود مودوليشن، لانه بيعطينا بيتر ديسكريبيشن اجينست نويز اند اذر انترفيرنسز، لان النويز بياثر على الامبليتيود، بياثر على الامبليتيود، والامبليتيود هون فيكست از نوت يعني ايش تشينجينج. فالتغيير على الامبليتيود بيكون او الامبليتيود بيكون دي فيكست، والدائما نويز بنضاف على الامبليتيود. لاحظين اول شيء راح نبلش فيه مسمين انجل مودوليشن تشابتر، هذا ظهر عندكم على السكرين؟ ظهر دكتور. طيب جود عبد الله. The modulation in which the angle of the carrier wave is varied according to the baseband signal. وشو صار في عندي راح يكون changing في الانجل. راح نشوف الان الانجل تحتوي على frequency وتحتوي لي على phase، يعني two parts. إذا غيرنا الفريكونسي بنسميها frequency modulation، وإذا غيرنا الفيز بنسميها phase modulation، وكلهم تحت مظلة الانجل modulation. طيب الان لاحظين في عندي هون يعني حاطين حتى بازينه بلون آخر اللي هو an important feature of this modulation is that it can provide better discrimination against noise and other interferences than amplitude modulation. يعني هذا النوع أفضل بكثير من amplitude modulation لأنه بيعطيني منع أفضل للنويز against noise وأي تدخلات أخرى. An important feature of this modulation is that it can provide better يعني بيعطيني شو discrimination against noise and other interferences than amplitude modulation. مقارنة مع الامبليتيود مودوليشن هذا النوع افضل بالنسبه للنويز، لانه بيكون النويز عندي اقل فيه. ليش بيكون عندي النويز اقل؟ لان النويز تنضاف على الامبليتيود، والامبليتيود بتكون عندي فيكس فاليو تشينجينج في الفريكوانسي او الفيز، فبالحاله هي ما بتاثر لي في النويز. An important feature of the angle modulation is that can provide better discrimination against noise and distortion. هذا طبعا ايش اللي هو advantage of the system؟ نتكلم عن advantage of the system انه better discrimination against noise and other interferences، بس في عندي disadvantage للسيستم اللي هو عندي ايش complexity. لان في عندي الان في عندي noise and interference trade off، مش في عندي ايش اللي هو better discrimination against noise and advantage اللي هو noise قليل فيه، بس في عندي ايش اللي هو disadvantage complexity للسيستم. طبعا وين في عندي system is complex بيكون في عندي الكوست له اعلى كمان. راح نميز نوعين، شيء بنسميه phase modulation وشيء بنسميه frequency modulation. طيب الان the angle of the wave can be expressed in the form in general form هو عباره عن s of t يساوي ac cosine theta i of t. هاي الثيتا اللي بنسميها الانجل، الثيتا الانجل اللي ac هو عباره عن الامبليتيود. الامبليتيود هون راح يكون عندي فيكست. لاحظين كنا ناخذ الاول changing في الامبليتيود مودوليشن changing مع الامبليتيود، يعني كنا ندخل الامبليتيود للسيجنال مع الامبليتيود للكارير. الان عندي هون راح تكون امبليتيود فيكست changing هون في الثيتا i of t. الان الثيتا شو بتحتوي لي عشان نوضح الصوره؟ ثيتا اي اوف تي عباره عن هاي عندي ثيتا اي اوف تي شو بيساوي؟ بيساوي الاوميجا تي بلس فاي، او بيساوي وذ ريسبكت تو اف، لان تعال مع الاف 2 باي اف سي اوف تي بلس فاي سي. ثيتا اللي هو الانجل بيساوي عندي 2 باي اف سي اوف تي بلس فاي سي. اذا غيرنا الفريكونسي هون للكارير بصير عندي فريكونسي مودوليشن، بالحاله بتكون فيز ثابته والامبليتيود ثابته. إذا غيرنا الفيز بتكون عندي فيز مودوليشن، بتكون بالحالة هذه الفريكونسي فيكست، بتكون عندي الامبليتيود كمان ايش اللي هو فيكست. بس بدنا نفهم الثيتا اي اوف تي هي عبارة عن اوميجا سي تي بلس فاي سي. السي ريفيرز تو ذا كارير فريكونسي، سي ريفيرز تو ذا كارير فريكونسي. أنا عشان نفهم السيستم ثيتا اي اوف تي دينوز ذا انجل اوف ذا مودوليتنج ساينوسويدال كارير. طبعا هون عشان الأمور تكون واضحة هي مش سي اس اوف تي المودوليتد ويف، هي عبارة عن السي اوف تي الكارير، فأنا راح أغير هون بالكارير. Theta denotes the angle of the modulating wave. طيب AC is the carrier amplitude. Will A complete oscillation occurs whenever اللي هو عندي theta I of t changed by 2 pi radians. يعني complete oscillation بصير في عندي لما تغير الانجل بمقدار 2 pi radians. الآن نبلش في البروسيجر. If theta I of t الانجل increases monotonically بشكل مضطرد مع التايم والتايم، نطلع شيء بنسميه الافرج فريكونسي. The average frequency in here's over the interval from t to t plus اللي هو عندي ايش هو dt دلتا t. طلع ايش اللي هو الان الافرج فريكونسي within the interval from t
to t plus delta t will be equals to f delta t بيساوي theta I t plus delta t minus theta I t على 2 by delta t. We may therefore define the instantaneous frequency لأن نتكلم عن إيش اللي هو average frequency. في شيء بنسميه القيمة اللحظية للفريكوانسي instantaneous frequency. We may be therefore define the instantaneous frequency of the angle mediated signal as follow. اللي هو الاف اي اوف تي اللي هي denotes instantaneous frequency. الاف دلتا تي denotes average frequency. فالاف اي اوف تي شو بيساوي؟ بيساوي average frequency لما تكون عند دلتا تي is going to zero. اللي هي قيمة الفاليو هاي لما تكون دلتا تي is going to zero. بيساوي عند الليمت دلتا تي is going to zero. theta i t plus delta t minus theta i of t على 2 by delta t. وبيساوي عندي 1 على 2 باي دي ثيتا اي اوف تي باي دي تي. هاي الريت اوف تشينج الانجل وذ ريسبكت تو ذا تايم. هاي الريت اوف تشينج الانجل وذ ريسبكت تو ذا تايم نحكي عنها هسه اللي هي عباره عن الفيزر فيلوسيتي او الفيزر. This thus according to the expression هو عندي وين expression number 1 expression رجع expression number 1 general form. As according to expression number one, we interpret the angle mediated signal as the rotating phasor. يعني هو عبارة عن rotating phasor. له length AC وله angle عبارة عن theta I of t حسب الديفيشن المعادلة رقم واحد اللي هي بتمثل لي اللي هو الكارير فريكونسي C of t. طيب الآن the angular velocity of such phasor اللي هو حكينا الangle mediated signal هو عبارة عن rotating phasor له length طول AC ولو angle theta I of t والangular velocity of such phasor اللي هو عندي اللي هو الangular velocity بيساوي عند rate of change measured اللي هو d theta I of t by dt measured in radian per second in accordance with the equation هو number 3 اللي هو d theta I of t by dt اللي هو مسمي الangular velocity of such phasor اللي هي الاوميجا. In the simple case of the unmodulated carrier AC cosine 2 by fc of t زي ما حكينا هاي general angle اللي ما يكون في عندي فيش عندي modulation. هاي بتكون عندي الانجل without modulation بتمثل لها frequency ولها phase and the corresponding phase rotates with the constant angular rho velocity بيساوي 2 by fc 2 by fc of t constant phi هو عبارة عن الphase is the value of theta i of t at t بيساوي عندي ايش اللي هو 0. There are infinite number of ways in which the angle theta i of t is varied in some manner with the message baseband signal. في عندي أكثر من طريقة وان infinite number in which اللي هو الانجل theta of t can be changing according to the message signal or baseband signal. However, we shall consider two commonly used methods. الطريقتين المستخدمات هو الفيز modulation أو المودوليشن بنسمي PM والفريكونسي modulation هو الـ FM. لأن ناخذ ايش هو الفيز modulation. تحضين عندي ايش اللي هو الانجل كتبنا الانجل مرة ثانية شو قيمته والتشينجينج راح تكون عندي بالفيز يعني هون عندي مع الثيتا اي اوف تي وعورنا المسج سيجنال ام اوف تي هون. البي ام او الفيز مودوليشن از ذا فورم اوف انجل مودوليشن ويتش ذا انجل ثيتا اي اوف تي از فاريد لينيرلي وذ ذا مسج سيجنال از شون بيلو. ثيتا اي اوف تي بيساوي 2 باي اف سي اوف تي بلس كي بي اللي هو سنسيتيفيتي الان اوف ذا مودوليتر وبنسميه الفيز سنسيتيفيتي اوف ذا مودوليتر الريديان ديفايد باي فولت multiplied by الام اوف تي. لاحظي الام اوف تي حطيناها مع الفيز يعني الام اوف تي هي المسج سيجنال او البيس باند سيجنال changing according to the message اللي هو عندي ايش اللي هو فالتشينجينج في الثيتا اي اوف تي حسب changing ب اللي هو المسج سيجنال بس وين بيكون عندي على الفيز. الان the tier 2 by fct represent the angle of the modulated wave carrier and the constant kp represent the phase sensitivity of the modulator in the unit عبارة عن radian per volt. فلاحظين changing وين عندي الان بتتابع وين التغيير راح يكون وين في عندي الام اوف تي المسج سيجنال بتمثل لي changing فيها changing هون مع الفيز وكي بي بتمثل لي الفيز sensitivity of the modulator والunit عبارة عن radian per volt. الان نكتب ليش اللي هو المعادلة الكاملة للسيجنال the phase modulated signal as described in terms of domain اللي هو هاي theta i of t. شو بنرجع بنحط؟ بنرجع بنعوض في المعادلة الرئيسية الأولى اللي هي الـ AC cosine theta I of t. الآن AC fix والcosine fix changing constant فيني على theta I of t. فالمعادلة الأخيرة اللي طلعناها بنعوضها في المعادلة رقم واحد تطلع معي إيش اللي هو المعادلة الموجودة عندي الأخير اللي هو أمامكم صافت. الآن عندي هاي theta I of t ورمزنا لها أي نمبر وعوضناها في المعادلة رقم واحد بطلع معي إيش اللي هو المدولة السيجنال
الفيز مودوليشن هو الاي سي كوساين تو باي اف سي او تي بلس كي بي في لام اوف تي، وهي بتمثل لي قيمه ايش اللي هو الثيتا اي اوف تي، الثيتا اي اوف تي. فهي الاس اوف تي بعد ما نعوضها في الاوريجينال اللي هو عندي سيجنال الاس اوف تي. هذا الفور بالنسبه لمين الفيز مودوليشن جنرال فورم اللي هو عباره عن الاس اوف تي بيساوي الاي سي كوساين تو باي اف سي او تي بلس كي بي في لام اوف تي تشينجينج هون. الان نلاحظ عندي اللي هو بالتايم دومين ريبريزنتيشن اوف ذا سيجنال بلس الكارير. الان هون عندي البيس باند سيجنال هو عباره عن المس سيجنال، المس سيجنال في عنده له اللي هو ماكسيمم امبليتيود وله مينيمم امبليتيود، هو عباره عن لو فريكوانسي كونتنت، لو فريكوانسي سيجنال بنسميه البيس باند سيجنال او بنسميه المسج سيجنال، له ايه ماكسيمم وله ايش اللي هو الاي مينيمم، هو عباره عن لو فريكوانسي. الان الاشاره اللي بعديها بتمثل اشاره مين ايش اللي هو الكارير، الكارير اللي هو عباره عن الان السيجنال مجنيه السي اوف تي الكارير. الان تشينجينج هون بده يكون حسب الفيز، لاحظين عندي ايش اللي هو بعديها الاس اوف تي، هذا الفاينل واحد اللي بيمثل الاس اوف تي اللي هو تشينجينج حسب الفيز الموجود عندي هون. في عندي ايش اللي هو الان تشينجينج في الفيز وتشينجينج في الفيز بالنيجاتيف سايد الموجود عندي هون. الان الاشاره الاخيره بتمثل لي الاس اوف تي للفيز مودوليتد سيجنال اكوردنج تو اللي هو عندي الام اوف تي الموجود عندي هون. هي اشاره الكارير الكوساين فانكشن كوساين سيجنال، وهون في عندي ايش راح يكون في تشينجينج في الفيز في المنطقه هاي، والمنطقه هاي راح يكون في عندي تشينجينج في الفيز فيها. هاي بالنسبه للفيز مودوليشن، لاحظين الفيز مودوليشن يعني راح نتكلم عنه فقط في المحاضره هاي وما راح نتكلم عنه في المحاضرات القادمه، لانه راح نتكلم بعديها فقط عن الفريكوانسي مودوليشن، لانه السيستم ابلكيشن هو عباره عن فريكوانسي مودوليشن. لان هذا بالنسبه للفيز مودوليشن. موضوع الفريكوانسي مودوليشن والموضوع اللي بيهمنا وتطبيقات موجوده عليه، بس اذا بتعرف الفريكوانسي مودوليشن بتطلع منه الفيز مودوليشن، واذا بتعرف الفيز مودوليشن بتطلع منه الفريكوانسي مودوليشن، علاقه بيناتهم اللي هي انتجريشن وديفرنشيشن يعني انفيرس لبعضهم. الفريكوانسي مودوليشن فور شورت بسميها اف ام، از ذات فورم اوف ذا انجل مودوليشن ان ويتش ذا سنتينوس فريكوانسي اف اي اوف تي از فاريد لينيرلي وذ ذا ماس سيجنال. لاحظين شو التغير صار على الانستنتينوس فريكوانسي، بتساوي عندي الكارير بلس كي اف في الام اوف تي. وين دخلنا الام اوف تي؟ على الانستنتينوس فريكوانسي. بالاول بالفيز مودوليشن وين دخلنا الماس سيجنال؟ على الفيز. وين دخلناها؟ على الفريكوانسي. هاي الام اوف تي موجوده وذين البارت لمين؟ للفريكوانسي، للستينوس فريكوانسي. فالان اف ام از ذات فورم اوف ذا انجل مودوليشن ان ويتش ذا ستينوس فريكوانسي اف اي اوف تي از فاريد لينيرلي وذ ذا ماس سيجنال، فدي بيساوي الاف سي بلس كي اف في الام اوف تي. كي اف بنسميها الفريكوانسي سنسيتيفيتي اوف ذا مودوليتر، وهي عباره عن هير سبير فولت، وهي عباره عن المس سيجنال، وهي قيمه الستينوس فريكوانسي، وهي عباره عن ذا كارير فريكوانسي. الان تيرم الاف اي اوف تي ريبريزنت فريكوانسي اوف ذا ان مودوليتد ويف كارير، اند ذا كونستنت كي اف ريبريزنتنج ريبريزنت ذا فريكوانسي سنسيتيفيتي اوف ذا مودوليتر. اليونت عباره عن هير سبير فولت. طيب الان فريكوانسي مودوليتد سيجنال اوف تي از ذس ديسكرايبد ان تيرم ان تايم دومين، ناخذ ثيتا اي اوف تي اللي بيساوي عن 2 باي انتجريشن فروم 0 لحد تي للاف اي اوف تي دي تي. الاف اي اوف تي دي تي بتمثل ايش اللي هو الستينوس فريكوانسي الموجود عندي هون، يعني without numbering. هاي المعادله هاي نفسها نرجع نعوضها في المعادله هون بنعملها انتجريشن، فراح يكون عندي الثيتا اي اوف تي بنتكلم عن اللي هو 2 باي كي اف في الانتجريشن للام تي دي تي. الان بنرجع بنعوض اللي هو ايش اللي هو الاس اوف تي بتمثل لي اي سي كوساين الثيتا اي اوف تي، والثيتا اي اوف تي بيساوي عندي ايش اللي هو قيمه موجود عندي حسب الاستنتينس فريكوانسي الموجود عندي هون اللي هي اف اي اوف تي بيساوي الاف سي بلس كي اف في الام اوف تي. لما اعملها انتجريشن راح يطلع معي اللي هو 2 باي اف سي اوف تي لحالها سيبريتلي، وظل عندي 2 باي في الكي اف الانتجريشن لمين؟ الام اوف تي دي تي. يعني انا عوضت المعادله هاي كلها في الاف اي اوف تي بتج عنها اللي بالسكوير براكتس الموجود عندي هون. فالاس اوف تي اللي هي عباره عن الاشاره المودوليتد ويف بالنسبه لمين؟ للفريكوانسي مودوليشن الاي سي كوساين 2 باي اف سي اوف تي بلس 2 باي كي اف الانتجريشن فروم 0 لحد تي لام تي دي تي، او 0 لحد تي ام تاو دي تاو عشان نميز اللي هو الليمتس اوف انتجريشن مع الفاريبل. هاي جنرال فورم بالنسبه للفريكوانسي مودوليشن راح نرجع لها ليتر اون، يعني هاي بنسميها جنرال فورم البيزك فورم للفريكوانسي مودوليشن، راح نبلش بيها دائما ونعمل اللي هو اكستنشن لها او موديفيكيشن على جنرال فورم الاساسي الموجود عندي الاس اوف تي هون. فالاس اوف تي بيساوي سي كوساين
السكوير براكت تو باي اف سي بلس تو باي كي اف الانتجريشن الام تي دي تي. طيب او الام تاو دي تاو لان شكل اشاره. هذا عندي ايش اللي هو الاشاره الاوريجينال سيجنال بالتايم دومين بنتكلم عنه الان، هو الاوريجينال سيجنال او المسج سيجنال في التايم دومين اللي هو عندي البيس باند سيجنال. يعني المصطلح البيس باند سيجنال او المسج سيجنال هم ذا سيم، بدك تميز انت ما بين مصطلحين، ما بين شيء بنسميه بيس باند سيجنال which means اللي هو المسج سيجنال، وشيء بنسميه باند باس سيجنال. الباند باس سيجنال هو السيجنال بعد الموديوليشن، بعد ما حملناه مع الكارير اللي هو بيمثل لي الاشاره الموجوده عندي هون، وهذا البيس باند وهذا الباس الباند باس سيجنال. طيب الان عندي السيجنال في التايم دومين، الاوريجينال سيجنال هو عباره عن الفريكوانسي كونتنتس للفويس، الصوت للصوت عندنا عباره عن لو فريكوانسي، هاي الكارير عباره عن كوساين، والها اللي هو عندي الامبليتيو عباره عن فيكست. لاحظين الامبليتيو از فيكست فاليو، لما عملنا الاس اوف تي الامبليتيو كمان دي فيكست فاليو فيها تشينجينج، سواء كان في عندي بالفريكوانسي مودوليشن او بالفيز مودوليشن الامبليتيو كان عندي فيكست فاليو ويذن بلس 1 والماينس 1. لاحظين الامبليتيو كان عندي فيكست فاليو، في حين لما اخذنا الامبليتيو مودوليشن كان عندي الامبليتيو تشينجينج حسب المسج سيجنال، وهون الامبليتيو فيكست. لاحظين في عندي ايش اللي هو بيكون عندي انكريسينج في الفريكوانسي وديكريسينج في الفريكوانسي حسب الاوريجينال مسج سيجنال. هون عندي الماكسيموم البيك فاليو ذا مسج سيجنال مقابله الماكسيموم فريكوانسي هون. الان هون المينيموم فاليو مقابله مينيموم فريكوانسي. اجين هون عندي ايش اللي هو الماكسيموم فاليو اللي بيكون عندي البيك فاليو للمسج سيجنال، بيكون عندي ايش اللي هو البيك فريكوانسي ماكسيموم فريكوانسي. العلاقه ما بين الفريكوانسي والبيريود عباره عن علاقه عكسيه، كل ما قل البيريود يعني نتكلم عن واحد على تي، كل ما قل البيريود كل ما زاد ايش اللي هو نتكلم عن ايش اللي هو الفريكوانسي زاد الفريكوانسي. لاحظين عندي ايش اللي هو هون الديستانس قليله معناته الفريكوانسي عالي جدا، ما تخربط الان تقول شو تفكر هون الفريكوانسي اعلى، هون عندي ايش اللي هو الان البيريود اكبر فصار عندي ايش اللي هو الفريكوانسي اقل، الفريكوانسي اقل. هون عندي انكريسينج في الفريكوانسي، هون ديكريسينج في الفريكوانسي، هون انكريسينج في الفريكوانسي حسب المسج سيجنال. يعني بلش من هون بزيد، بلش يزيد الفريكوانسي لما يوصل للبيك هون، بعدها بلش يقل لما يوصل للبيك هون، بعدها بلش يزيد لما يوصل للبيك هون، بعدها اجين. يعني حسب الاوريجينال سيجنال هو كيف بصير في عندي التغيير في انكريسينج اور ديكريسينج حسب الاوريجينال اللي هو المسج سيجنال او البيس باند سيجنال. طيب حد لي سؤال رايت ناو قبل ما نكمل في الموضوع اللي احنا فيه؟ حد لي سؤال في الموضوع الانجل مودوليشن اللي اخذنا لحد الان ماشيين فيه اللي هو الفريكوانسي مودوليشن والفيز مودوليشن والديفرنس بتوين ذم، وليش بنحكي ايش اللي هو الانجل مودوليشن از بيتر ذان الابريدي مودوليشن، وشو السبب اللي وراء ذلك، وشو البرايس بيد فور ذات. كنا بنحكي ايش اللي هو هذا السيستم بيعطيني بروفايز بيتر ديسكريميشن اجينست نويز and other interferences with the price paid for that disadvantage اللي هو عبارة عن complexity of the system واللي هو ال cost بيكون عندي أعلى. هذه لي question. الآن كيف العلاقة ما بين ال phase modulation و frequency modulation؟ إذا عندك frequency modulation بتطلع phase modulation، وإذا عندك phase modulation بتطلع frequency modulation. لاحظين عندي الآن المسج signal M of T بنسميه الموديوليتنج سيجنال او البيس باند سيجنال، بندخله على انتجريتر اول بروسيس، بندخله على انتجريتر، بعديها بندخله على فيز موديوليتر وعلى كارير سيجنال اي سي كوسانت باي اف سي اوف تي، بنحصل منه على اف ام سيجنال. لاحظين حصلنا الاف ام سيجنال الفريكونسي موديوليشن من الفيز موديوليتر، يعني عشان نطلع الفريكونسي موديوليشن استخدمنا الفيز موديوليشن أو الفيز مودوليتر. فالآن علاقة ما بين الريليشن بين فيز مودوليشن والفريكونسي مودوليشن إنه الأوريجينال سيجنال بدخله أول شيء على انتجريتر، عملوا انتجريشن، بعدين بدخله على فيز مودوليتر، والفيز مودوليتر سبلايد باي ذا كارير، فالأوت بوت بيكون عندي الأف أم ويف. الآن عشان أحصل على الفيز مودوليشن بدخله المسج سيجنال أوريجين على ديفرنشيتر، لاحظين علاقة عكسية ما بين انتجريشن والديفرنشيشن. الآن المسج سيجنال بدخله على ديفرنشيتر، بعدها بدخله على فريكوانسي مودوليتر، الفريكوانسي مودوليتر سبلايد باي ذا كارير، وهون بحصل على البي ام او الفيز مودوليتد ويف. هاي العلاقه ريليشن شيب بين الفيز مودوليشن والفريكوانسي مودوليتر علاقه واضحه. في عندي هون انتجريشن، في هون ديفرنشيشن، في عندي فيز مودوليشن، في عندي ايش فريكوانسي مودوليشن. علاقه دايركت بين اذا عندك الفريكوانسي مودوليشن بتطلع الفيز مودوليشن، اذا عندك بتطلع الفريكوانسي مودوليشن. And in order to get اللي هو الـ FM signal waveform
بندخل الاوريجينال مثلا سيجنال على انتجريتر نعملها انتجريشن 0 لحد تي ام تي دي تي، بعدها بندخلها على فيز موديوليتر بنضربها في الكارير بحصل منها على اف ام ويف. الان عندي الماس سيجنال بعملها ديفرنشيشن دي باي دي تي للماس سيجنال، بعدين بدخلها على فريكوانسي موديوليتر سبلايد باي ذا كارير بحصل منها على البي ام ويف 4 البي ام ويف 4. طيب هذا الكويشن رايت ناو في موضوع اللي هو الانجل موديوليشن والانترودكشن، بنسميه الان نتكلم عن انترودكشن لموضوع الانجل موديوليشن اللي هو الفريكوانسي موديوليشن والفيز موديوليشن والعلاقه بيناتهم والديفرنس بيناتهم ما بينهم وما بين ايش اللي هو الامبليتيود موديوليشن، قبل ما ندخل في اللي هو الفوردر انفورميشن عن سنجل تون موديوليشن. سنجل تون موديوليشن، اي سؤال رايت ناو؟ احمد الزابي، انه افضل الامبليتيود موديوليشن ولا فريكوانسي موديوليشن؟ And why؟ أحمد الزابي معي ولا مش معي؟ أشوف هاي بنحكي مساوي التعليم الإلكتروني، نعمل كونكشن بعدين نعمل إيش اللي هو ديسكونكشن. مهدي يا عباب معي؟ مهدي موجود معك. طيب مهدي سمعنا صوتك، أنا أفضل الأمبليتيود مودوليشن ولا لا الفريكونسي مودوليشن؟ And why؟ عاصم ابو راشد شو رايك؟ نعم دكتور. مين افضل امبليتيود مودوليشن ولا فريكوانسي مودوليشن او الانجل مودوليشن؟ فريكوانسي دكتور. ليش؟ طيب جود، جوابك صح بس لو ايش اصير خطا، بتعرف ليش تكون الفريكوانسي مودوليشن او الانجل مودوليشن ان جنرال بيتر ذان اللي هو يعني الامبليتيود مودوليشن؟ عنود بتعرفي؟ دور النويز فيها أقل. عبد الله؟ علي. علي أبو جراس سمعني علي، يلا. نويز أقل فيها. ليش النويز بتكون أقل يا علي؟ لأنه الأمبليتيود بتكون عندي فيكس فاليو، الأمبليتيود بتكون عندي فيكس، فيش عندي تشينجينج في الأمبليتيود، بتكون عندي وذن بلس 1 ماينس 1، يعني الأمبليتيود إز فيكس. والان النويز بنزاد او بنضاف على الامبليتيود اوف ذا سيجنال، فلما تكون عندي ايش اللي هو الامبليتيود فيكست اي تشينجينج على الامبليتيود يضاف عليه الريسيفر ويل بي اجنورينج، ما راح الريسيفر ينتبه على تشينجينج في الامبليتيود، راح ينتبه على تشينجينج في الفريكوانسي او تشينجينج في الفيز. فعشان هيك بنتكلم عن باتر ديسكريميشن اجينست نويز اند اذر انترفيرنسز، لانه اصلا النويز سوبر امبوزد تو ذا امبليتيود، والامبليتيود هون عندي فيكس فاليو ويذين بلس 1 والماينس 1 cannot be changed. ماشي؟ فالآن الآن الريسيفر لما يستقبل الإشارة اللي بعثناها بيعمل لي watching the changing في الفريكوانسي وبيعمل لي ignoring the changing في الامبليتيود، والنويز منضاف فقط على الامبليتيود. عشان هيك في بالريسيفر راح نأخذ بعدين في بلوك بنسميه اللي هو عبارة عن amplitude limiter، أي changing يعني أي variations على amplitude more than plus one or more than minus one بيعمل لي cut، ما بيهم التغيير في الامبليتيود، هو بيهمه التغير في الفريكوانسي فقط او الفيز. فالان عندي زي ما حكينا اجين فهموها المعلومه هاي، لانه هذا يعني المين بوينتس ما بين الاف ام وما بين ايش اللي هو الاي ام، فالتشينجينج او حكينا النويز والانترفيرنس تنضاف للامبليتيود. كون الامبليتيود مودوليشن بتغير فيها الامبليتيود فراح تاثر على ايش على الاوريجينال سيجنال. الان اف ام ما بيهمه الامبليتيود لان الامبليتيود فيكس فاليو، بيكون عندي تشينجينج في الفريكوانسي، هو بيعمل لي ريسيفر واتشينج تشينجينج فريكوانسي، اذا صار في تشينجينج فريكوانسي بتاثر للسيجنال نفسه، بيعمل لي الامبليتيود فيكس فاليو. فهون اجت المين ايديا انه از بيتر ديسكريميشن اجينست نويز اند اذر انترفيرنسز. وصلنا لموضوع اللي بنسميه سنجل تون مودوليشن، بس عشان تكون عمليه ستيب باي ستيب بدي اعطيكم المور يعني ا لوت اوف انفورميشن اللي هو طيب بدام هي عبارة عن البارت بسيطة يعني قبل ما نأخذ فريكوانسي مودوليشن نأخذ عندي تي اس بعديها. طيب الموضوع السينجل تون يعني الموضوع السينجل تون يعني بدي ابعث سينجل مس سيجنال بس واحد، يعني ما نحكي في عندي اسم يسميه مالتي تون يعني اكثر من سيجنال واكثر من فريكوانسي، لما احكي سينجل تون بدي ابعث سيجنال واحد.
فالام اوف تي ان جنرال فورم تنكتب بالشكل هذا اي ام كوساين تو باي اف ام اوف تي في تي زي ما اخذناها بالاول. مس سيجنال لها امبليتيود ولا فريكوانسي، ممكن كلها فيز لان اجنورينج الفيز. بس اثنين نص فريكوانسي اوف اف ام اللي اخذناها الجنرال اف اي او تي بيساوي الاف سي بلس كي كي اف الام اوف تي هي المعادله الموجوده عندي هون. هاي اثنين نص فريكوانسي اللي اخذناها بيساوي هاي الفورم. الان نعوض محل الام اوف تي اللي هي عباره عن اي ام كوساين تو باي اف ام تي. الآن هاي المعادلة هي عندنا الأوريجينال السورس اللي سدينا صفر فريكوانسي، بدي أعوض في المعادلة هاي قيمة الـ M of T. الـ M of T للسينجل تول مودوليشن الموجودة عندي هون هي عبارة عن أيام كوساين تباي F M of T. فالآن بعوضها بالمعادلة اللي حكينا عنها هاي سدينا صفر فريكوانسي، بصير عندي الـ F I of T بساوي F C plus K F في الـ M كوساين تباي F M of T. لاحظين عندي إيش راح يطلع عندي إن هو نيو تيرم هون الـ K F في الـ M. الكي اف عباره عن فريكوانسي سنسيتيفيتي اوف ذا مودوليتر وهي بتمثل الامبليتيد اوف ذا ماس سيجنال. فحاصل ضرب الكي اف لي ام بنسميه فريكوانسي ديفيشن دلتا اف. هذا اول مصطلح بدك تفهمه اللي هو دلتا اف بيساوي عندي كي اف لي ام. اخذنا الكي اف لي ام بنسميه دلتا اف او فريكوانسي ديفيشن. لاحظين هون شو معنى الفريكوانسي ديفيشن؟ يعني في عندنا انتربريتيشن اللي هو frequency deviation اللي هو عبارة عن the maximum departure of the sinus frequency of the FM signal from the carrier. قديش تبعد اللي هو sinus frequency عن الكارير signal عن الكارير frequency. دلتا F اللي هي بتساوي KF في الأيام. لازم تعرف إنه دلتا F عبارة عن KF في الأيام. KF عبارة عن اللي هو عن sensitivity of the modulator وهي عبارة عن amplitude of the mass signal. فالآن الدلتا F أو frequency deviation representing the maximum departure of the sinus frequency of the FM from the carrier frequency. الآن نرجع نعوض الثيتا I of T اللي هي بسوي عندي الانتجريشن موجود عندي في المعادلات السابقة. ثيتا I of T لما أخذناها الجنرال اللي هي عبارة عن الانتجريشن الثيتا I of T وين عندي ثيتا I of T اللي هو الانتجريشن الصمية اللي أخذناها اليوم. هاي next theta i of t هاي الفورم. theta i of t بيساوي 2 باي الانتجريشن للسينس فريكوانسي. اما نعوض قيمه للسينس فريكوانسي اللي حصلنا عليها قبل شويه في المعادله هاي في theta i of t، وبعد ما احصل على theta i of t بحطها هون بعوض قيمه theta i of t هون في المعادله هاي. فالان عندي اللي هو النكست ستيب اللي هو عندي طلعنا اللي هو النيو فورم السينس فريكوانسي عباره عن اف سي بلس اف كوساين تو باي اف ام اوف تي. هاي السينس فريكوانسي بعوضها في المعادله الرئيسيه للثيتا اف تي بيساوي 2 باي الانتجريشن للسينس فريكوانسي، فبيساوي عندي 2 باي اف سي اوف تي بلس دلتا اف على اف ام في الساين 2 باي اف ام اوف تي. يعني عملنا انتجريشن للكوساين طلعت معي الساين. طيب الان دلتا اف على اف ام راح ينتج عندي نيو اللي هو عندي فاريبل دلتا اف على اف ام فريكوانسي ديفيشن على الفريكوانسي اوف ذا ماس سيجنال بنسميها الموديوليشن اندكس البيتا. هي نيو فاريبل هو دلتا اف على اف ام نسميه اللي هو مودوليشن اندكس او البيتا. لاحظين في الايام كنا نسميه مودوليشن فاكتور اللي هو ميو، بالاف ام نسميه مودوليشن اللي هو عندي اندكس بنسميه بيتا بيساوي دلتا اف على اف ام. الان السنتين الانجل صفت عباره عن ايش اللي هو الفورم الاخير هون الانجل 2 باي اف سي اوف تي بلس بيتا في الساين 2 باي اف ام اوف تي. هذا الفورم. الان هذا الفورم الانجل برجع اعوضه في المعادله الرئيسيه الاس اوف تي بيساوي اي سي كوساين ثيتا اي اوف تي، وقيمه ثيتا اي اوف تي جيفن هون. فهاي الاس اوف تي بيساوي اي سي كوساين تو باي اف سي اوف تي بلس بيتا ساين تو باي اف ام اوف تي. وهاي هو عباره عن الفورم بالنسبه للسنجل تون اف ام مودوليشن. هاي جنرال فورم. يعني الان راح نرجع للمعادله هاي السنجل تون او المعادله هاي اذا ما اخذناها جنرال فورم هي عباره عن كانت عند الام اوف تي ان جنرال فورم بدون ما نحدد ليش اللي هو قيمه الام اوف تي اللي كان عند الفورم. ها يعني الفورم هذا هو جنرال فورم بدون ما نحط قيمه الام اوف تي. والان الفورم الجديد اللي حصلنا عليه لما حصلنا استخدمنا السنجل تون اللي هو الام اوف تي بيساوي ام كوساين تو باي اف ام اوف تي، فحصلنا منه على الفورم هذا اللاست فورم المثل للاس اوف تي للاف ام سنجل تون اي سي كوساين تو باي اف سي بلس بيتا ساين تو باي اف ام اوف تي. طيب رايت ناو اني كويشن اي سؤال قبل ما ناخذ ديبلي في موضوع الفريكونسي مودوليشن، وهذا عبارة عن introduction لموضوع الانجل modulation. ومن هون طالما ما راح نتكلم عن الفيز modulation، من هون طالما نتكلم فقط عن frequency modulation. any question right now؟ اي سؤال اي استفسار؟ اي question؟
any question؟ ما في أي سؤال؟ كل شيء clear؟ please يعني المحاضرة بنخطها لأنه زي ما حكينا الصيفي في عندنا ديلي، فعشان هيك لازم بدي نرجع دائما للمحاضرة ونركز أول بأول. ما في؟ نعمل stop للrecording.